صباح الخير، أنا شيف ريبوار معكم. اليوم عدنا أكلة صدر دجاج محشي عن طريقة سكالوب. عدنا صدر دجاج مضرب، عدنا طحين بيض مع حليب، عدنا خبز مطحون، موزاريلا شرايح، مرتديلا شرايح. صراحة نبلش نجيب صدر دجاج مضرب، مرتديلا، موزاريلا، نسوي رول. خلي بالطحين، خبز مطحون، عود أسنان، هسه نخلي بالخبز مطحون هنا، رح نخلي عود أسنان حتى من نقلي ما يفتح. صدر، مرتديلا، شرايح، وموزاريلا شرايح، ونسوي رول. أول شي لازم بالطحين، نخلي بالطحين. هسا كملنا طريقة التحضير، راح نخلي بالزيت.